مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كعك بدون سمنة وبدون زبدة. عنا 4 أكواب ونص طحين، نص كوب نشا، كوب ونص سكر بودرة، اكيد طحين والنشا والسكر نخلتهم، كوب حليب، كوب زيت نباتي، ظرف بيكنج باودر، بيضة، ملعقة صغيرة هيل، رش صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة فانيلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط فوق طحين بيكنج باودر، كمان النشا والهيل. بحركن مع بعض، بحطن على جنب. هلا بجد تاني بحط السكر البودرة، الفانيلا كمان، البيضة، الزيت، والحليب. حركن منيح مع بعض. بس حركتن منيح مع بعض بهيدا الشكل، هلا بحط من خليط طحين فوقن شوي شوي وبعجن بهيدا الشكل. بسم الله. هلا بحط الباقي بعجن بالايد افضل. انتهينا من العجن، هلا بدنا نكفي الطريقه مع بعض. بنشيل شوي من العجينه بهيدي الطريقه، بعملها بهيدا الشكل، بحطها على ورق الزبدة. بعد ما حطيتهم على ورق الزبدة اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 200. هلا بحطهم بالفرن. هول الكعكات بعد ما طلعوا من الفرن اخذوا بالفرن 10 دقايق فقط، هلا بحطهم على جنب لا يبردوا. هول الكعكات اللي عملناهم مع بعض، لنشوف كيف طلعوا. هيدا الشكل النهائي. هول الكعكات اللي عملتهم انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.